خلال القرن السابع الميلادي شهدت مدن الشام سيطرة بيزنطية قادها الإمبراطور هرقل، حتى جاء الفتح الإسلامي بانتصارات عديدة، واتجهت الأنظار إلى مدينة إيليا بقيادة فارس من فوارس الإسلام. صحابي جليل بلغت شهرته الأفاق وسمعت بسيرته الدنيا، خلده التاريخ كواحد من فوارس الإسلام. إنه الأمير المجاهد عمرو بن العاص، داهية العرب في واحد من أعظم مشاهد المسلمين، فتح بيت المقدس. هو عمرو ابن العاص ابن هاشم القرشي السهمي، من أبرز فرسان قريش وأبطالهم المعدودين، يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والخبرة في إدارة سياسة الحروب. كان خطيباً بليغاً محباً للشعر، ويسافر بتجارته إلى الشام واليمن ومصر والحبشة. كيف جاءت قصة إسلام الصحابي الجليل الأمير المجاهد عمرو بن العاص، وكيف أثرت الخلفية العسكرية والحربية في صناعة هذا القائد؟ ولد قبل الهجرة ب45 سنة، وقيل ب43 سنة. سيدنا عمرو بن العاص ده شخصية فذة عجيبة غريبة. من استجابة الله لدعاء سيدنا رسول الله لما قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، كان من أصلابهم عمرو. في العام 8 من الهجرة توجه عمرو بن العاص إلى الإسلام، كيف جاء إسلامه؟ الحقيقة طبعا هو ارتحل إلى بلاد الحبشة ليحاول أن يقنع ملك الحبشة أن يتعاون معه للإغارة على بلاد العرب أو شبه الجزيرة العربية. سيدنا عمرو بن العاص ذهب إلى النجاشي ليؤجج الخلاف بينه وبين الصحابة بعد صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا للنجاشي. فسيدنا عمرو بن العاص طبعا في المرة الأولى في الهجرة الأولى أخذ أنه هو يعمل خلاف بين النجاشي أصحمه وبين المسلمين، لكنه لم يستطع، لأن سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأ على النجاشي آيات القرآن الكريم، رد بالحجة من سورة السيدة مريم. نعم، وسبحان الله يسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي. بات فتح بيت المقدس من أهم أهداف الدولة الإسلامية، وجاء في مرحلة متأخرة من مراحل فتح بلاد الشام، وكان عمرو بن العاص يواجه قوات الروم التي اجتمعت بفلسطين، وكانت هذه القوات كثيرة العدد والعتاد، وعلى قيادتها الداهية أرطبون أمقر قادة الروم. في العام 15 من الهجرة خرجت 4 جيوش إسلامية، على رأس أحد هذه الجيوش الصحابية عمرو بن العاص، وكانت الواجهة فلسطين. لماذا خرجت هذه الجيوش؟ كان لابد من تأمين الجبهة الشمالية والجبهة الغربية قبل فتح بيت المقدس. كان لابد السيطرة على بعض العواصم المهيمنة على بيت المقدس، لأن كان لا يزال بها بعض الحاميات والجنود البيزنطية. نعم. فلم يتم الانتهاء أو التفكير في فتح بيت المقدس إلا بعد معركة اليرموك سنة 15 هجريا. عهد الفتوحات في خلافة الفاروق عمر كان الكثير من الانتصارات والفتوحات، لماذا خرجت الفرق والجيوش والحملات الإسلامية إلى بلاد الشام؟ بلاد الشام في هذا الوقت تضم العراق وتضم فلسطين واللي هي سوريا دلوقتي والأردن، وكل هذه البلاد تدخل في إيه؟ في بلاد الشام. فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب الصحابة إلى بلاد الشام لفتحها ولتكون قوة قوية ونصر للإسلام وللمسلمين. هل استنفرت هذه الفتوحات والانتصارات التي حققتها الفرق الخاصة بجيوش المسلمين القيادة البيزنطية لمهاجمة الوجود الإسلامي في الشام؟ ده حقيقي، لدرجة أن من عانى من هذا هو عمرو بن العاص. نعم، لأنه كان عليه أن يمتص كل الهجمات التي تأتي من البحر على المدن الساحلية،
حتى استطاع أن يسيطر على الأردن وفلسطين ويترك حاميات بها، ثم يتوجه بعد ذلك بعد أن أمر الخليفة عمر ابن الخطاب بأن تجتمع الجيوش الأربعة كلها بعد ذلك لدخول بيت المقدس. لماذا تم تقسيم هذه الفرق على عدد من المواقع، ومن بينها تقسيم أو وجود الصحابي القائد عمرو بن العاص على قمة أو على رأس جيش توجه إلى فلسطين إلى بيت المقدس؟ هي كانت أربعة جيوش، نعم. كل جيش عليه قائد من القادة المسلمين الكبار، إلا أن سيدنا عمر بن الخطاب اختار أن سيدنا عمرو بن العاص يتوجه إلى بيت المقدس. بيت المقدس كانت تمتاز بالأسوار العالية وأنها حصن حصين، وكان على رأس أيضا هذه المدينة أرطبون الروم وما له من دهاء كبير. كيف تصرف عمرو بن العاص في هذا الموقف، وما دار بينه وبين أرطبون الروم؟ في قول مأثور عن الخليفة عمر بن الخطاب: ضربنا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فهو ساوى ما بين الاثنين في الدهاء والذكاء. أرطبون لما سمع بمقدم سيدنا عمرو بن العاص تسلل إليه سيدنا عمرو، يعني لم ينتظر، ده هو تسلل، ده خليفة رسول، إلى أرطبون، ذهب إليه كأنه رسول، نعم. جاي من عمرو بن العاص، ففكر في أن يخلع ثوب القيادة ويرتدي ثوب عادي رسول، ويذهب إلى الأرطبون محاولا أن يقنعه بالتشاور والتفاهم في إما الصلح أو دفع الجزية أو لكن الحقيقة الأرطبون عندما شاهد عمرو بن العاص لم يصدق في بداية الأمر أنه مجرد رسول من طريقة الكلام والعرض والجدال والذكاء والدهاء في هذا الأمر. لذلك عندما خرج أمر الحراس أن يقوموا بقتل عمرو بن العاص، فاستطاع عمرو بن العاص أن هو بحجته البالغة وبدهائه وبخبرته الحربية والعسكرية وبصحبته لرسول الله استطاع أن يخدع أرطبون الروم. كيف استخدم عمرو بن العاص الدهاء للخروج بأمان؟ عند الخروج واجه عمرو بن العاص أحد الأعراب الذي قال له: أحسنت الدخول فأحسن الخروج. هنا فهم الرسالة، فهم الرسالة، فعاد مرة أخرى لمقابلة الأرطبون معرضا عليه أو عارضا عليه أنه هناك تسعة آخرين غير من المستشارين، للخليفة لا يبرم الخليفة أمرا إلا بدونهم، وأنه يستطيع أن يخرج ويعود بهم لكي يتشاوروا مرة أخرى مع الأرطبون. فأرطبون فكر: أقتل واحد ولا أقتل عشرة؟ فانتظر أرطبون وقال: إلى أن يأتي هو ومن معه أقتل العشرة جميعا. لكن سيدنا عمرو بن العاص لم يعد إليه مرة ثانية، وكان النصر بقى حليف. عندما خرج هلل المسلمون، هللوا طبعا لأن الله أنقذه منه بدهاء سيدنا عمرو وبقوته وبإيمانه. في 13 من رمضان للعام 16 من الهجرة، وبعد حصار دام لأربعة شهور، وافق البطريرك صفرنيوس على الاستسلام والصلح مع المسلمين بشرط قدوم الخليفة عمر بن الخطاب إلى القدس لتسلم مفاتيح المدينة. ثم كان هناك مطلب من بطريرك صفرنيوس لبيت المقدس بأن دخول الإسلام لبيت المقدس لابد أن يكون بخليفة المسلمين الفاروق ورجل من ثلاثة أحرف. عندما علم الأرطبون وهو محاصر بانضمام هذه القوات أو هذه الجيوش، أدرك أنه لا محالة لن يستطيع أن يدافع عن بيت المقدس، فتركها لكبير البطارقة في بيت المقدس وهو الأب أو البطريرك صفرنيوس، ورحل الأرطبون إلى مصر، فأصبحت الكفة الآن في يد البطريرك. فأرسل البطريرك لبعض القادة قائلا لهم أنه لن يسلم المدينة إلا للخليفة الذي نجد له وصفا في كتبنا كذا وكذا، بيلبس كذا وبيمشي كذا، وأن اسمه من ثلاثة أحرف. ثلاثة أحرف. كيف صيغة العهدة العمرية؟ أول شيء في العهدة العمرية أن أقر الخليفة عمر بن الخطاب الأمان لجميع الكنائس
وعلى رأسها طبعا كنيسة القيامة. لماذا لم يصلي الخليفة في كنيسة القيامة عندما وجبت الصلاة؟ عندما وجبت الصلاة وسأل البطريرك سفرينيوس أين أصلي، فقال له صلي في هذا الموضع، قال له لا، إني لو صليت في هذا الموضع سيأتي المسلمين من بعدي ويتخذونه مسجدا، ولكن دلني على موضع المسجد الأقصى لكي أقوم بالصلاة فيه. هل فتح بيت المقدس كان بداية الطريق لفتوحات أخرى واستكمال فتح شمال الشام ومصر وأنطاكيا وغيرها؟ في ذلك الوقت كل قادة الدولة الإسلامية في حضور الخليفة، فانتهزها فرصة عمرو بن العاص لكي يلح على الخليفة عمر بن الخطاب بأن يأذن له بفتح مصر. خرج قادة الفتوح الإسلامية لاستكمال باقي الفتوحات شمال الشام ومصر وأنطاكيا حتى العام 18 من الهجرة، وجاء هذا الفتح تأكيداً على السيطرة العربية لبيت المقدس حتى مجيء الحروب الصليبية أواخر القرن 11 وعبر القرن 13 الميلادي.